السلام عليكم ورحمة الله علماء العلم الجميع، مرحبا بكم تلاميذ السنة الثالثة إعدادي في سلسلة الاستعداد لامتحان الجهوي من أجل الحصول على نقطة 20/20 إن شاء الله في الفرض ديال الجهوي. إذن تصحيح ديال التمارين خودة من امتحانات ديال الجهاز العضلي. إذن التمرين الأول، أتمم فراغات النص بما يناسب من المصطلحات التالية. يمكن أن يستعمل المصطلح أكثر من مرة، يعني هذه المصطلحات اللي عطاوك ليف عصبي الشعيرات ممكن تكتبها دفوة في جوج بلايص. قال لك سيدي تتكون العضلة الهيكلية، كتعرفوا العضلة الهيكلية هي جميع العضلات المرتبطة بالهيكل العظمي عكس العضلات الملساء اللي ما مرتبطش بالهيكل العظمي بحال عضلة القلب وعضلات الأمعاء. إذن مناش كتكون العضلة الهيكلية؟ كتكون من الألياف العضلية، يعني مجموعة من الألياف العضلية. أي واحد جاوبت عليه كنضرب عليه. ويمثل كل، لاش درت هنا الألياف العضلية، يمثل كل ليف عضلي. ماذا يمثل؟ خلية متعددة. عقلتوا على الليف العضلي كيكون بحال هكا، كيكون فيه دوك الخطوط في الوسط وكتكون النواة هنا، فهمنا؟ خلية متعددة النواة هي نضربوا عليها. تحتوي العضلة على ماذا؟ على شبكات من الألياف العصبية ولا الشعيرات الدموية ولا الألياف العصبية، من الشعيرات الدموية، فهمنا؟ شبكات من الشعيرات الدموية غنضرب عليها، و الألياف العصبية. هنا كاينه شبكات بلوغيل، يعني الجمع الشعيرات والألياف، ما يمكنش دير ليف عصبي. تتصل تفرعات كل ليف العصبي بمجموعة من الألياف العضلية. مزيان ديك الصفيحة المتحركة، هنا كنهضروا على البلاصة فاش كتلاقى الألياف العصبية مع الألياف العضلية. مزيان، هذا بالنسبة السؤال الأول. دونك غنمشيو للسؤال الثاني. املأ الفراغ بما يناسب من بين المصطلحات التالية: الألياف العضلية، وسط كيميائي، ليف عصبي، محرك، الوحدة المحركة. أولا كتقرأ النص كل شيء عاد كتجاوب. تتصل تفرعات كل شي حاجة بمجموعة من شي حاجة، تشكل هذه المجموعة شيء ما يسمى به شي حاجة. عند وصول السيالة العصبية الحركية إلى نهاية الألياف العصبية يتم تحرير شي حاجة يسبب تقلص الألياف. إذن أنا غنحاول نجاوب. تتصل تفرعات كل ليف عصبي محرك، هذا فهمنا، بمجموعة من الألياف العضلية، فهمنا؟ دونك تشكل هذه المجموعة ما يسمى بالوحدة المحركة، يعني الوحدة المحركة. بالوحدة أنا خاصة محركة، فهمنا؟ عند وصول السيالة العصبية الحركية إلى نهاية الألياف العصبية يتم تحرير ماذا؟ وسيط كيميائي يسبب تقلص الأعصاب العضلية. مزيان، ندوزو للتمرين الثاني. يمثل الرسم التخطيطي التالي العناصر المتدخلة خلال نشاط عصبي أدى إلى حدوث حركة ثاني طرف علوي عند شخص عادي يتروخز أحد الأصابع من هذا الطرف بإبرة. يعني واحد السيد كينا بالبراش نوترا دار حركة ديال التاني ديال يدي، يعني طواها عند شخص، يعني الطرف العلوي، نشاط عصبي. حدد نوع النشاط العصبي. نوع النشاط العصبي وانعكاس شوكي. علاش؟ حيت ضربتيه بالبرا يحيد يديه بالزربة. دونك هنا الى لاحظتوا ان مشات من يديه عبر الموصل الحركي ودخلت عبر الليف العصبي واحد الى النخاع الشوكي، ما مشاتش للدماغ، رجعت ديريكت من النخاع الشوكي ومشات للعضلة. إذن داكشي علاش سميناها انعكاس شوكي. فهمنا؟ عندكم تكتبوا قوس الانعكاس. راه قوس الانعكاس هو المسار ديال هذه السياله، ماشي هذه الحركه. إذن حدد طبيعه السياله العصبيه التي تنتقل عبر كل من الليف العصبي واحد والليف العصبي جوج. الليف العصبي واحد هو هذا، اشنو فيه؟ يعني الاحساس لجمل البرا. إذن فيه السياله ينقل سياله عصبيه حسيه، بينما رجعت من هنا تحولت السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية بفعل العصبة الرابطة، ورجعت عبر الليف العصبي الثاني في اتجاه المستجيب اللي هو العضلة. إذن الليف العصبي الثاني غتكون فيه سيالة عصبية حركية. فسير ماذا يحدث على مستوى النخاع الشوكي خلال هذا النشاط؟ يلا قلنا أن على مستوى النخاع الشوكي
يتم هنا النخاع الشوكي يلعب دور المركز العصبي، اي انه يحول السياله العصبيه الحركيه الحسيه الى سياله عصبيه حركيه. تحويل السياله العصبيه الحسيه الى سياله عصبيه حركيه بواسطه العصبونات ولا العصبه الرابطه اللي كتكون هنا، الخلايا العصبيه اللي كتكون في الماده الرماديه. اذا ما الحاله التي توجد عليها كل من العضله ام واحد والعضله ام جوج؟ العضله ام واحد هي كي دايره يعني منتفخه وطولها يعني الطول ديالها نقص، بينما هذه الطول ديالها كبير وغير منتفخه. اذا العضله واحد هي في حاله تقلص ام واحد، والعضله ام جوج هي في حاله ارتخاء. العضله ام واحد متقلصه والعضله ام جوج مرتخيه. اشنو كنستنتجو هنا؟ نستنتج انهما عضلتان متعارضتان. شنو هما متعارضتان؟ الى هذه تقلصات هذه، هذه كترخى، الى هذه ترخات هذه كتقلص. اذا شادين العكوس بيناتهم، هذه ما كتحمل هذه كيعرضوا بيناتهم. الى دارت هذه هكا، الى قالت لي هذه الشرق كتقول لي هذه الغرب. مزيان، ندوزو للتمرين الثالث. يؤدي تهيج الاصابع، يؤدي تهيج اصابع الطرف الخلفي لضفدع مخربات الدماغ. هاد الضفدع مخربات الدماغ ممكن تلقاوها كذلك ضفدع شوكيه. الى سمعتي دوك ضفدع شوكيه يعني ضفدع مخربات الدماغ. يعني هنا فاش كتسمع ضفدع مخربات الدماغ، هنا كنبغيو نتيستيو الدور ديال النخاع الشوكي. فهمنا؟ ديما خصك تفكر بهذا المنطق هذا في العلوم. بحمض بمحلول حمضي على تاني هذه الرجل. لماذا تسمى الضفدع المخربات الدماغ تسمى بضفدع شوكيه؟ اي انه ما عندهاش الدماغ، وبقى عندها غير النخاع الشوكي. ما هو النشاط العصبي الذي يمثل رد فعل الضفدع على اثر التهيج بالمحلول الحمضي؟ اشنو درنا فاش خربنا ديك الضفدع؟ فهمنا؟ ديك الضفدع خربنا ليها الدماغ، اش غيبقى ليها؟ غيبقى ليها غير النخاع، غيبقى ليها غير النخاع الشوكي. فهمنا؟ دونك هادو لي الدين ديالها. اشنو درنا ليها؟ درنا ليها في الرجل هنا، درنا ليها اياجه فعاله بواسطه محلول حمضي، يعني حطي لنا رجليها في الملقط. اشنو غيطرى؟ غتهيج ديك المستقبلات الحسيه اللي كاينين هنا، غيتمشي الاحساس عبر الموصل الحسي ولا الالياف الحسيه في اتجاه ماذا؟ في اتجاه غدخل من العصب السيسائي اللي هو عصب مختلط، ثم الجذر الخلفي الذي يحتوي على عقده شوكيه اللي غتضخم لنا هذه الاشاره، ثم الى النخاع الشوكي اللي فيه ديك العصبه الرابطه. شتوها؟ هاد العصبه غتحول داك النشاط من سياله، ديك السياله من حسيه الى حركيه، غترجع عبر الجذر الامامي ثم العصب السيسائي ولا الوركي في اتجاه المستجيب اللي هو العضله. اذا ما هو نوع النشاط؟ هو انعكاس شوكي ولا رد فعل لا ارادي. سواء كتبتي ليها رد فعل لا ارادي، سواء كتبتي انعكاس شوكي، سي كيف كيف لو ميم سي زون زون. دونك ثالثا، اتميم رسم الوثيقه بواسطه اسهم، بواسطه اسهم مسار السياله نتيجه عن اياجه. يعني السياله انا رسمتها ديجا، غديروا السهم اصلا مرسوم هنا في الوثيقه، غديروا السهم بحال هكا. فهمنا؟ هذا الاحمر دونك غترسموه، غدخلوه من الجذر من العصب السيسائي، وياكم دوزوا من الجذر الامامي. دائما الاعصاب الحسيه كدوز من الجذر الخلفي، وباش تفرقوا بين الجذر الخلفي والجذر الامامي، الجذر الخلفي دائما في عقده شوكيه. فهمنا؟ دونك راه مرسوم ديجا. حدد من بين العضلتين او بالمتمثلتين في الوثيقه العضله المسؤوليه عن ثاني القدم والعضله المسؤوله عن باسطي. دونك انا باش نعرفوا ان عضله مسؤوله عن ثاني القدم، عندك هنا العضله بي هي منتفخه، فهمنا؟ اذا هي المسؤوله عن ثاني القدم، والعضله ا هي المسؤوله عن بسط القدم. اذا ا مسؤوله عن بسط القدم، بينما بي مسؤوله عن ثاني القدم. اذا التمرين الرابع، لدراسه خاصيه العضله الهيكليه تم عزل عضله الفخذ، العضله ديال الفخذ اللي ضفدع مبنجه، بنجناها وحيدنا ليها. قالوا لكم زعما مبنجه، يعني احنا راه ما كنتعداوش الحيوان، ما حيدناش ليها العضله غير هكاك حتى باش ما تحسش بالالم.
وتم تهيجها بواسطة طيار كهربائي وضربناها بالدوم الفوق. وشوف انت، ونتيجة هذه التجربة مبينة في الوثيقة أسفل. هزينا عضلة سيدي، هاي قبل التهيج ضربناها بالدوم، اشنو طرا؟ العضلة تجمعات، كانت في الأول شحال كان فيها؟ 20. فاش ضربناها بالدوم تكمشات ولات غير 15 16 17، ولات فيها 17 سنتيمتر. حيلا ضربتك بالضوء غتمشي تكمش في شي قن. اعتمادا على ما جاء في الوثيقة قارن طول العضلة قبل وبعد التهيج. هتقول ان العضلة قبل التهيج كان طولها يساوي 20 سنتيمتر، بينما العضلة قبل التهيج فطولها 17 سنتيمتر فقط. دونك قبل التهيج كان طول العضلة 21 هنا ما شفتوش 21 سنتيمتر، وبعد تهيجها أصبح طولها 17 سنتيمترا فقط، أي أن طولها نقص. دونك ثانيا استنتج خاصيتين تم الكشف عنهما في هذه التجربة. أول خاصية، ضربنا العضلة بالضوء وتجمعت يعني جاوبت، هذه خاصية الإهتياجية يعني قابلة للتهيج. الخاصية الثانية هي أنها تقلصت، أي أنها خاصية القلوصية. هنا ما تستيناش المرونة، علاش؟ امتى كنديستيو المرونه؟ فاش كنعلقوا شي كتله بالعضله. اذا باستعمال نفس العده التجريبيه نقوم بتعليق كتله. بتعليق كتله يعني بين تيستيو المرونه مختلفه الوزن على وتر هذه العضله، ويمثل الجدول اسفل نتائج هذه المناوله. قارن تجربتين المبينتين في الجدول. اشنو درنا؟ مشينا لديك العضله هذه، بدينا كنعلقوا بها الكيلوات. في الاول علقنا بها 10 غرام، شحال كان الطول ديالها؟ كان 7 مليمتر، يعني علقنا العضله بحال هكا، تفهمنا؟ فاش علقنا بها 10 غرام شحال عطاتنا؟ جبدات شويه حتى 7 مليمتر. فاش علقنا بها 20 غرام اكثر من 10 يعني غتزيد تجبد، هبطات حتى 10 مليمتر. فاش علقنا بها 30 غرام هبطات عود ثاني تلاش، هبطات حتى 11.50 مليمتر. فاش علقنا بها 60 غرام هبطات حتى 13 مليمتر. اي ان شنو كتلاحظوا هنا؟ انه قد ما تزادت الكتله المعلقه بالعضله الا وازداد معها طول العضله، اي تمددها. قارن نتائج تجريبيه مبينه، اش غنقولوا؟ من 10 ل 30 تتمدد العضله وعادت الى طولها الاصلي، هذه ما قلتهاش لكم. اي ان في هاد الثلاثه هادو فاش كنحيدوا الكتله قال لك سيدي العضله تسترجع طولها الاصلي. يعني فاش علقت بها 10 مشات ل 7، فاش حيدت ديك باردون فاش حيدت ديك 10 رجعت للطول ديالها، بحال لاستيك ديال السروال، جبدتيه شويه وطلقتيه غير رجع للطول ديالو. جبدتيه 20 سنتيمتر، 20 علقتي به 20 غرام وحيدتيه غير رجع للطول ديالو، علقتي به 30 غرام وحيدتي ديك 30 غرام غيسترجع داك لاستيك الطول ديالو. ولكن فاش علقتي به 60 غرام ما رجعش للطول ديالو، يعني فقد مرونته، ما بقاش داك لاستيك قادر انه يرجع للطول الاصلي، بحال السروال اللي كتشري في الاول مزير مع المده كيفقد ديك القدره ولا ديك المرونه ديالو. دونك اما عند 60 تمددت العضله ولم تعود الى طولها الاصلي. اذا استنتج خاصيه العضله التي كشفت عنها المناوله في حاله استعمال. اذا الخاصيه اللي كشفنا عليها هي خاصيه المرونه، اي قدره العضله على التمدد والرجوع الى طولها الاصلي، وتكون هذه المرونه محدوده. اقترح تفسيرا لعدم استرجاع العضله طولها الاصلي عند استعمال كتله 60 غرام. هذا الشيء قلناه، لم تسترجع العضلة لطولها الأصلي عند استعمال 60 غرام لأن مرونتها محدودة، بحال داك لاستيك إلا جبدتيه مزيان الله لا رجع لك الطول فاش كان في اللول. إذا الشباب نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمارين هادو. تلقاو في التمارين الأخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.